المهم يعني اروح اجيب العمال دلوقتي وادفع لهم فلوس عشان يجوا يضبوا الاوضه. استنى، انت هتجيب عمال وتدفع لهم فلوس؟ ايوه. امال ايه يا رمضان؟ امال العمال بياخدوا فلوس؟ امال بياخدوا ايه يا رمضان يا سمح الله؟ انا اول مره العمال بيشتغلوا هيلة. لا بندعي لهم ربنا يبارك لك يا ابني ويمشي يصرف يجيب بيهم برتقان العمال دول بياخدوا فلوس. ايوه يا حاج. ايوه لازم ياخدوا فلوس يا رمضان. طب ثانيه واحد ايه ولا ايه؟ احنا العمال اللي هنوضب الاوضه. لا يا حاج ما تهزرش. والله احنا العمال يا عمي. عمال لا يا ولا انت نقاش يا ايه اللي انت نقاش؟ روح وانت نقاش. انت عفركوش ايه اللي حولتني روح وانت نقاش؟ ايوه يا فاكر يا ده ما كنت بتشرب شاي وكوبايه الشاي وقعت منك رحت انت جبت حته قماشه كده وقعدت تليط بيها الارض. ايوه ما هي دي النقاشه بجد والله. يعني انا كل ده عايش نقاش وما اعرفش. امال ايه؟ روح وانت سباك. انا سباك؟ فاكر بعد الشاي لما انا كنت بشرب ميه فانت قلت لي حاسب بتنقط؟ ايوه بقى انا كده سباك. عشان انا كمان جلده صح؟ انت معترف قوي فخور كده لقب يعني. خلصوني بقى انا مش حاضر. لا خلاص 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 احنا معانا النقاشين والسماكين. سماكين ايه يا رمضان انت جعان؟ السلاكين. معانا العمال. معانا العمال هنجيبهم من بره. ايوه من بره. من بره؟ اه من بره منين يعني؟ من ابو ظبي. بطل كدب بقى رمضان اجيب عمال من ابو ظبي ب 3000 جنيه؟ انت هتدفع 3000 جنيه؟ يا رمضان دي يا دوب 3000 جنيه. ما احنا عادي بقى. هو انت كل ما تسمع رقم هيجي لك الرعاش؟ معلش. لا لا مفيش 3000 غير ال 30 ده احنا هنتنغنغ. خلاص يا رمضان مش وقت حسابات دلوقتي يا رمضان. ماشي ماشي. يعني تاخد انت الفلوس وانت هتتصرف؟ هات 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 3000 جنيه واحنا هنجيب العمال. هيلا هيلا صالح عمال. وقت فنون شعبيه دلوقتي يا رمضان اخلص. ده الدليل الوحيد ان احنا عمال. لا نزل ايدك شويه بقى انا بحب ابان معطاء انت عارف. لا ما تزلش نفسك كده يا رمضان. انت فاكر هتزله يعني ده هيسحب عشان 20 جنيه؟ لا يا رمضان مش كده. امسك يا سيدي. استنى استنى استنى. ايه؟ دول تلاتة ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا في ورقة ب 200 جنيه. يا لهوي يا رمضان ما انا عارف انت اخرك الورقة ام 20 اللي عليها كارتة دي. ايه؟ انا عارف. ال 200 جنيه دي طلعت؟ طلعت جربت تنزل يا عمي. طلعت ايه؟ يعني دي فيها 200 عدد واحد جنيه 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 جنيه. حاسب وقع 20 جنيه يا عم. فيها 200 جنيه جنيه شايلينهم سبحان الله. يا رمضان انا مش فاضي للهبل ده. لا خلاص خلاص احنا كده الاوضه ان شاء الله هتلاقيها متوضبه. انت ما تجيب الزبون يخش يقعد وانت اكرم بيه صاحب اللوكاندا بالظبط هيتبسط. ايوه امال ايه؟ اتفقنا اتفقنا. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه.